بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وزدنا من أجره يا كريم يا من قلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنت تضاعف الجزاء إلى أكثر من 700 مرة إلى ما لا نهاية له يا كريم يا عظيم. نعود نرجع إلى نفس الآية: ومن شر النفاثات في العقد، السوف دو لينو معناها. هنا نرجعكم للقرآن، وقت اللي ربي يتحدث على السحر في يد بني صهيون، ماذا يصنعوا به؟ باش يغيبوا عقول ويتآمروا على جنود ويخليوا الناس في حيرة من أمرهم، يعني من سحر العقول تذهب تلك العقول فتنزل ينزل البلاء في مكان يريدون تخريبه. وهذا دائما أقول لكم: احذروا بني صهيون، لأنه لا يأتي منهم إلا الشر، وهم يريدون الشر، وإن كان ضد سيدنا يعقوب عليه السلام، وضد سيدنا يوسف عليه السلام، وضد سيدنا بنيامين عليه السلام والسلام.